سبيس اكس، تسلا، بايبل وغيرها من الشركات، كلها يديرها رجل واحد وهو إيلون ماسك، ومع هذا ينام 6 ساعات في اليوم. فكيف يستطيع هذا الرجل القيام بهذا الكم الهائل من المهام ونشوف آخرين ما يقدروش حتى ينتظموا في نادي رياضي لمدة شهر؟ ما السر الذي جعل إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم ومدير لأكثر من شركة في وقت واحد، وخلى آخرين غير قادرين على إتمام مهمة واحدة في اليوم؟ السر عزيزي المشاهد هو الوقت، المادة التي تصنع منها الحياة. وحلقتنا اليوم عن فن إدارة الوقت، شوفكم بعد المقدمة. دورة إدارة الوقت للمدرب طارق سويدان هي من الدورات المميزة اللي ننصح أي واحد يحوس على نصائح في هذا المجال أنه يشوفها. وكمقدمة لهذه الدورة، فإن معنى إدارة الوقت هو التحكم في الوقت، ولكن مع الأسف لا أحد منا يستطيع أن يتحكم في الوقت، فكلنا لدينا 24 ساعة في اليوم، وكلنا تمر علينا تلك 24 ساعة بنفس الطريقة، ولكن ما يختلف خلال 24 ساعة هو إنتاجيتنا خلال تلك 24 ساعة، وتصرفاتنا خلال تلك 24 ساعة، فكل منا يتصرف حسب هواه وحسب نفسه، فالأصح أن يتعلم الإنسان إدارة نفسه خلال 24 ساعة. ونقطة مهمة عزيزي المشاهد، وهي أنه على الإنسان أن يستقي من الأشياء النظرية ما يناسبه فقط، فجدولي اليومي ليس فرضا أن ينطبق على أحد منكم، وإنما كل منا وله يوميات ومهام على حسابه. ولتعلم أن 20% من الوقت هي السبب في 80% من النتائج، وهذا ما يسمى بقانون العشرين ثمانين، يعني ليس شرطا أن تتقن وتفقه 100% من عملك، ولكن تكفي 20% لتيسر عليك 80% من ذلك العمل. في البداية لازم علينا أن نحدد الأشياء اللي ضيعنا وقتنا، ونجد في حياتنا كثير من مضيعات الوقت، نلقاو منها مثلا الفوضى، نلقاو عدم التخطيط، التسويف، فقدان الرغبة الزائدة في المثالية، الترثرة والجدل، وعدم القدرة على الرفض. نشاط الناس مختلف من شخص لآخر، فقد يكون الإنسان ناشط بعد صلاة الفجر، وقد يلزم آخر أنه ينام على الأقل ساعة أو نصف ساعة بعد صلاة الفجر. والغاية من أن يعرف الإنسان فترة نشاطه هو أنه يعرف كيف يعدل يومه ويوزع المهام تاعه. فالأشياء التي تحتاج التركيز العالي من الضروري أنها تكون في فترات وين يكون النشاط في ذروته. أما الأشياء الروتينية فيجب وضعها في الأوقات اللي يكون فيها النشاط قليل. فمثلا أنت كطالب ولا كتلميذ ما تقدرش تحفظ درس وأنت متعب، ولكن يمكنك على الأقل مثلا أن ترتب غرفتك، لأنها لا تحتاج إلى جهد وإلى تركيز كبير. علينا أن نفهم أن هناك جزء من الوقت نحن نتحكم فيه، وجزء آخر الناس تتحكم فيه، والعلاقات والالتزامات تتحكم فيه. فالواحد لازم يقعد مع نفسه ويحدد الأوقات اللي محددها لنفسه والأوقات اللي محددها للآخرين. فإذا كانت الأوقات اللي محددها للآخرين أكبر من الأوقات اللي محددها لنفسك، فأعزيك أخي الكريم أن تعيش حياتك للناس. فإذا كنت تريد أن تزيد إنتاجيتك وفعاليتك في المجتمع، ويكون لك وقتك الخاص بك تجلس فيه مع نفسك تفهمها وتصححها وتطورها، فلازم يكون الوقت اللي مخصصه لنفسك أكبر من الوقت اللي مخصصه للآخرين. وهذا ما يعنيش أنك تقطع العلاقات تاعك، ولكن كن ذكيا ومبدعا في إدارة علاقاتك. إدارة الوقت هي ميزة في الكثير من الأحيان الناس ما تفهمهاش على أصلها ومعناها الحقيقي، لأنه ليس كل من يستيقظ باكرا يدير وقته بفعالية. صحيح أن الاستيقاظ باكرا أمر جيد، ولكن أنك تستيقظ باكرا وتقعد تشاهد فيلم هذا مضيعة للوقت. وكذلك ليس كل من هو مشغول دائما شخص يدير وقته بفعالية، فقد يكون مشغول بأشياء تافهة ولا تخدم هدفه في هذه الحياة. فالإدارة الحقيقية للوقت هي أن تحقق أهدافك في أوقاتها المطلوبة والمحددة. فحتى تحديد الأهداف ليس بمعنى أنك تدير وقتك بفعالية، ولكن تحديد الأهداف يتطلب بعدها عمل وانضباط وسعي لتحقيقها. طبعا لماذا نعطون هذه النقطة أهمية كبيرة؟ لأن الوقت هو كل شيء بالنسبة للإنسان. ولما نجو ندرسوا حياة الناجحين واللي صنعوا المعجزات لهذه البشرية، نلقوا بأنهم أشخاص عرفوا معنى الوقت وتوفير الوقت. فبعض العلماء ألفوا مؤلفات لا يستطيع الإنسان إنهاءها قراءة فقط، فما بالك كتابة. وحتى حديثا أكبر الشركات وأكبر الهيئات تدرس هذا الأمر، وكيف أنها تقلص الأشياء التي تأخذ الكثير من الوقت، وأنها تجنب موظفيها مضيعات الوقت.
مثل ما هناك أشياء تضيع الوقت، هناك أشياء توفر الوقت، وأولها القراءة السريعة، واللي معناها القراءة بسرعة مع الحفاظ على نسبة عالية من الفهم. القراءة السريعة للكتب تختلف عن قراءة المقالات والأشياء الأخرى كالقصص مثلا، وتسمى هذا الطريقة بطريقة الهمزات الخمس. أولا استعرض، اسأل، اقرأ، أجب عن الأسئلة غيبا، ثم قرأ مرة أخرى. الهمزة الأولى وهي استعرض، يعني اقرأ الفهرس بشكل جيد، ثم قرأ بعده المقدمة لتعطيك فكرة عامة حول الموضوع، وبعد ذلك تصفح الكتاب بدون قراءة، وهذا لتطلع على شكل الكتاب عموما وعلى احتوائه مثلا على المخططات وعلى الصور. ملاحظة وهي أن هذه الطريقة تصدق على الكتب العلمية فقط، يعني التي تريد أنت أن تستخلص منها معلومات، فمثلا أنت ما غاديش تقرأ المصحف بهذه الطريقة. الهمزة الثانية وهي اسأل، يعني اسأل وحدد الأسئلة والهوامش الذي تريد أنت أن تستقيها من هذا الكتاب. الهمزة الثالثة وهي اقرأ، وهنا أعد تصفح الكتاب من جديد، وين ما لقيت نقطة كنت محددها ولا سؤال اقرأ ذلك الفصل، وهذا بهدف أنك تقرأ فقط ما أنت محتاجه، لأنك على العموم ولو قرأت كل الكتاب فأنت لن تتذكر إلا الأشياء اللي كنت محتاجها من ذلك الكتاب. رابعا أجب عن الأسئلة غيبا، وهنا بعد ما تكون قريت الكتاب أعد تصفح ذلك الكتاب، وين ما لقيت نقطة كنت أنت محددها وقريتها أعد الإجابة على ذلك السؤال ولكن عن ظهر قلب، وهذا لكي تحدد مدى استيعابك للشيء اللي قريته. خامسا اقرأ مرة أخرى، وهنا في هذه المرحلة حاول أنك تقرأ وتعيد قراءة الفصول اللي أنت لم تستطع الإجابة عليها في المرحلة اللي قبل فقط. وهذه الطريقة بصراحة هي أكثر فعالية من الطريقة التقليدية للقراءة، ولأنها تخدم الهدف الأساسي للقراءة، لأن الهدف الأساسي هو مدى تعلمت من القراءة وليس كم قرأت من كتاب. وهناك طريقة أخرى للقراءة السريعة ولكنها عامة، يعني كيف تقرأ أي شيء بسرعة. أولا اقرأ بعينيك، ثم ثانيا استعمل القلم في تحديد اتجاه القراءة، وهذا باش ما تعاودش تولي الأشياء اللي قريتها، وفي بداية الأمر ستجد نفسك أنك لا تفهم كثيرا، ولكن شهر شهرين ستجد أن الأمر تطور معك وتحسنت في القراءة وزاد مدى استيعابك. وأيضا نقطة أخرى أنك ما تركزش على الكلمة ولكن ركز فوقها قليلا، وهذه تسمح لك تشوف بدل الكلمة ثلاث كلمات. هذه الطريقة جد فعالة وتمكنك أنك تضاعف قدرتك على القراءة في وقت وجيز. من الذين اشتهروا بهذه الطريقة هو جون كينيدي، واللي ليلة توليه الرئاسة استطاع أن يقرأ 6000 صفحة، يعني الدستور الأمريكي ومذكرته التفسيرية. موفر آخر للوقت هو التخطيط، ويقولون أنه كل ساعة تخطيط توفر 4 ساعات من التنفيذ، فالواحد لازم أنه يتعلم كيف يخطط لأعماله. وعدنا أيضا تحديد المواعيد النهائية، يعني أن تحدد نهاية ووقت محدد لكل أمر أنت مقدم عليه، وهذا راح يخليك أنك تحس أنك دائما الوقت لا يكفيك للقيام بذلك العمل، وتخليك تعمل بسرعة وتغير نفسيتك تجاه ذلك العمل. كذلك تعامل مع المشاكل، فالمشكلة صارت، فمن الأفضل أن تفكر في كيفية حلها وليس في سببها. ولدينا أيضا تفويض الفعال، والتفويض غير التكليف وغير التخويل، فالتفويض أنك تسلم الشخص مهمة من غير تحديد الوسائل ولا الآجال، يعني هو يدبر راسه كيفاش يوصل الهدف المحدد له. أي عمل من الأعمال هو مجموعة من الخطوات، وكل خطوة يمثلها قرد، والنظرية تعطينا الأساسيات للتعامل مع هذه القرود. وأول مبدأ لهذه النظرية هو التفويض، يعني القرد الذي لا تستطيع أن ترعاه سلمه إلى من يستطيع أن يرعاه، فكلما كثرت القرود عند أحد كلما كثرت مشاكله، ويكون الشخص الذي يجب أن يرعى القرد هو أقل واحد يمكنه القيام بتلك المهمة. فمثلا في البيت أنت تستطيع القيام بمهمة ما وأخوك الصغير يستطيع القيام بها، فمن المفروض أن أخوك الصغير هو الذي يقوم بتلك المهمة، وأنت أن تشغل نفسك بالأشياء التي لا يستطيع أخوك الصغير القيام بفعلها. وأيضا من المبادئ المهمة لهذه النظرية هي أطعم القرد أو سلمه أو اقتله. أطعم القرد يعني أن تقوم بالأشياء التي أنت مسؤول عنها مباشرة من دون تضيع وقت أو مماطلة، فإن كنت لا تستطيع القيام بتلك المهمة فسلمها لشخص آخر، وهذا معناه سلم القرد. فإذا كنت لا تستطيع القيام بتلك المهمة ولا تستطيع شخص آخر يمكنه القيام بتلك المهمة، ألغي المهمة واقتل القرد. الكثير من الناس يشكو أنهم لا يملكون الوقت الكافي، وبالرغم من هذا لا يوجد إنتاج في حياتهم،
فالمشكلة عند هؤلاء أنهم لا يعرفون كيف وفي ماذا يقضون أوقاتهم. والحل هنا أنك تحلل وتشخص الأشياء اللي قاعدة تديلك وقتك، إما تبدلها وإما تعدلها للأشياء التي تريد أنت أن تنتج فيها. وفي هذا الأمر تحتاج تشخص أعمالك لمدة أسبوع، لأنه هو المدة الزمنية المناسبة، فما تقدرش أنك تقارن بين يومين. فمثلا السبت ليس كالجمعة. والعمل ينقسم إلى ثلاث أنواع: أعمال رسمية كالدوام والوظيفة، أعمال شخصية كالرياضة والعبادة، والعلاقات الاجتماعية. وهنا ترك تشخص الحالة الأسبوعية تاعك، كيف هي حالتك الأسبوعية وما هي الأشياء التي أنت تمضي فيها أسبوعك. أقدر نسب كل قسم. فالشخص الطبيعي هو الشخص اللي تكون عنده نسب متساوية ما بين الأعمال الرسمية والأعمال الشخصية والعلاقات الاجتماعية. وإذا لحقت حتى هنا، فأنت الآن تعرف ما هي الأشياء اللي ما تخليكش تستغل وقتك بمثالية، وبالتأكيد راح تلقى أشياء تأخذ أكثر من وقتها وأشياء ليس لها داعي. فحاول أنك تأخذ منها وتضيفها في الأشياء اللي أنت تريد الإنتاج فيها. أول أشياء اللي ظهرت في إدارة الأعمال منذ الثلاثينات هي تودو ليست، وهذه من أهم الأشياء اللي لازم تكون عند الإنسان ويمشي عليها. وميزتها أنها لا تملك مدة صلاحية، فقادر تودو ليست خاصتك تكون خاصة بيوم، وقادرة تكون خاصة بشهر أو شهرين، وتكون تتضمن كل الأعمال التي يجب عليك القيام بها خلال شهرين. وعلى بالي هذه العبارة غريبة نوعا ما، ولكن يجب على القائمة ألا تتضمن الأعمال الروتينية، بل تتضمن فقط الأشياء التي لو أديتها تشطبها. فالرياضة مثلا تعتبر روتين يومي عند الأشخاص اللي يمارسوها كل يوم، ولكن الأمر مختلف مع موعد الطبيب مثلا، فبمجرد أنك تزور الطبيب تستطيع أن تشطب تلك النقطة. وسيلة أخرى مهمة وهي الجدول الزمني، والسر في هذا الجدول هو أنه لا يجب أن يكون بالساعات بل بالفترات، وذلك لنجرده من تلك الديناميكية المملة. فمثلا يكون تقسيم فترة الصباح، فترة بعد الظهر، وفترة بعد العصر. وللطلبة مثلا يمكن أن يكون تقسيم فترة الدوام، فترة بعد العصر، فترة من العصر إلى المغرب، ثم فترة بعد المغرب. وكل ما تحتاجه أنك تسقط جدول الأعمال واللي هو تو دو ليست على هذا الجدول الزمني، ثم تبدأ للتخطيط يوم بيوم. فما تخططش للأسبوع كامل، ولكن خطط لليوم الموالي فقط، وهذا حتى تكون عندك بعض المرونة. فمثلا لو صار لك طارئ مثلا، تقدر أنك تستدرك الأمر اللي ما درتهش اليوم في اليوم الموالي. ونجي للنقطة الأهم في جدول الأعمال، وهي تحديد الأولويات، وتكون دائما أثناء التحضير لليوم الموالي. فهنالك دائما 5 أو 6 مهام تكون هي المهمة، ويجب وضعها في بداية جدول الأعمال، وتكون دائما بعلامات أو تحتها أسطر مثلا. وهكذا وبهذه البساطة تكون رتبت أعمالك ورتبت أوقاتك ورتبت أولوياتك. وفي الأخير عزيزي المشاهد، يقول أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر تاني، والوقت أنفس ما عنينا بحفظه ونراه أسهل ما علينا يضيع. كانت هذه حلقتنا نهار اليوم عزيزي المشاهد، نتمنى أنها تكون عجباتك. ما تنسى تخلينا لايك وكومنت. سلام.